السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميميشاتي، إن شاء الله بكل تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم لاغوسات اللي وعدتكم بها نهار اللي درت الكاتو دانيفيرسير تاع بنتي، لاغوسات ديتايي تاع لي مورينغ مع توت لي استوس باش تحصلوا على مورينغ مليح. الوغ المقادير اللي لازمنا انا كتبتهم لهنايا بالفرنسيه ونكتبهم في صندوق الوصف بالعربيه. لازمنا ربع بياض بيض، 125 غرام سكر عادي سكر سمول، و 125 غرام سكر غلاس، و بيان سور لافاني و لي كولورون. الوغ لي كولورون قلت لكم يا جيل يا اون بودر، جامي ليكيد، سينو لا مورينغ تاعكم ما تصلح لكمش. وننصحكم توجدوا كلش لي دو اللي راحين تخدموا بهم، لي بوش، كل لي سباتول، كلش توجدوه من قبل، ما تسناوش حتى توجد الميرينغ ومن بعد توليو توجدوا في حوالكم. ديروا كلش من قبل باش كي تطلع الميرينغ ديريكتومون تخدموها. لهنا انا حطيت بياض البيض أربعة، من الاحسن يكونوا بحراره الغرفه، ونزيد بشويه بشويه 125 غرام نتاع السكر سمول، السكر عادي، نزيدو اون دو تخوا فوا ونخليه مليح يدور. تقدروا تزيدوه مع بيض البيض، مع تحطوا البيض البيض في الخلاط تزيدوا هذاك السكر وتبداو تخلطوا. شوا لهنا العمليه تكون بزاف طويله، يسمى لازم تخليو بزاف البيض البيض يدور باش يدوب هذاك السكر. الوغ درت السكر، نزيد شويه تاع لافاني، نحطها مع السكر غلاس. لازم تغربلو السكر غلاس، مهما يكون هذاك غربلتوه من قبل لازم في الدقيقه اللي تحطوه فيها تغربلوه. هادو كل لي زاستوس يخليوكم المورينغ تاعكم تجي رطبه ومليحه. فوالا نحط. الوغ كاين دو زيكول، ليكول اللي يحطوه ديريكتومون في الباتور ويدور ودوره مليحه بالباتور ويحبسو، وليكول اللي يديروها بيدهم كيما راني ندير انا بالسباتول. انا جربت الاثنين ما كان حتى فرق، اللي تساعدكم ديروها. فوالا نخلط بالعقل، ندخل مليح هذاك السكر غلاس مع لافاني، اسهل حاجه لتزيين الكيكات نتاع لانيفيرسير، وما تطلبش بزاف. وديما عندنا بيض البيض يبقى لنا في الفريجيدار. ولا اله الا الله محمد رسول الله، حاجه سهله وما تكلفش بزاف. اللي ما عندهاش الباتا سوك و البات داموند وهادو الحوايج اللي يكونوا شويه الثمن تاعهم باهظ، دير بلون دوف ودير مورينغ وديرها على كل الاشكال وتزين بها الطارطان تاعها. الوغ حطيت في دي بتي غامكان وجبت لي كولورون تاعي، كتعودوا تكولوريو كولوريو بالعقل، ومن الاحسن ديروا دي كولور فاتحين، يسمى كوم سا ان فير كلير ان روز كلير ان جون سوف لو جون تقدروا ديروه طابون، وما ديروش ثاني بزاف فاتح من بعد كي طيب راهي راح تنقص. شوفوا لو فير، حطوا غير بالعقل وخلطوا. اي كوم لا مورينغ حاكمه روحها، خلطوا على روحكم ما تهبطش لا مورينغ تاعكم. نديرهم بكل قدامكم، يا ريان دو ميشون، هي الحركه تاع المورينغ في خبط بياض البيض وفي كاسمو في الفرن سي تو. نزيد الاصفر، ونزيد ندير الالوان الاخرى بكل طبعا بنفس الطريقه، بنفس الطريقه خلطوا. لهنا نزيد ندير الغوز، الغوز كيما تحبي، باستيل، فوشيا، انتي والدوزاج نتاع الكولورون تاعك. ونزيد واحد باش ندير فيه البلو، طبعا ديما خليو شويه تاع الابيض pour rattraper un manqué ou pour faire des meringues toutes simples en blanc. Ma diro des meringues blanches, baïda. Voilà, on خلط.
يبانو لكم فلاشي لي كولور من بعد كي يطيبو يبهتو سي نورمال. الوغ في الفور لا ستي درجة الحرارة بزاف راح تشقق لك المورينغ. اذا درتيها كان عند الفور تاعك قاوي ديري 110، واذا عاد مش قاوي ديري 120. طبعا المورينغ طيب في الفور وتبرد في الفور وما تقيسيهاش حتى تبرد. هادو هما لي زاستيس تاع المورينغ. الوغ لا راح نعطيكم كيف درت لاغوزاس هذيك ملتي كولور. في كل بوش حطيت اللون، نعطيكم زوج طرق باش ديروا لاغوزاس ملتي كولور. هذه الطريقه الاولى، في كل بوش تحطي لون، كما راكم تشوفوا نعطي لكم جميع المراحل باش وحده ما تقول لي زربتي ولا ما شرحتيناش طريقه ولا كل مراحل من الاول للاخر. حطيتهم بكل ودوك نحط الفير ونعت لكم الطريقه كيفاه ديروا لي فوي، باسكو لو فير راح نديروا به لي فوي طبعا وراح نديروا به الملتي كولور تاعي. الوغ لا فوي نحكموا لا بوش نقسموها على النص كوم سا شوفوا، ومن بعد نعمروها، ومن بعد كي نجيو نديروا نخالفوا، يعني ما نديروش كيما القصه ندوروها. دوك تشوفوا من بعد كي ندير الفير نتاعي وندير لكم لي فوي وتشوفوا. قصوها كيما نعدت لكم فوالا، ونحطوها نحطو فيها لا مورينغ لي صبغناها بالخضر. طبعا هذه غير ربع بيضات، شوفوا واش دارت لي الله يبارك. فوالا انا حطيتهم بكل. دوك واش ندير؟ الطريقه الاولى باش نديرو الوردة ملتي كولور، نقصو هادوك لي بوش لي درنا فيهم لا مورينغ كولور ونحطوهم في بوش كبيرة. الو لا بوش حطيت لها اون دوي كانلي كيما راكو تشوفو، نقصها فوالا ونحط فيها هادوك لي بوش لي درتهم كولور. طبعا كي تحطهم دوك تشوفوني كيف نعدلهم، لازمش وحده تجي سابقه الاخرى. فوالا نهبطهم بالعقل. سيسوهم بالعقلة حتى نتعدلوهم بكل زي بعضهم. ولكن نعدلوهم نسيو ندزو كلش مع بعضه. ولا نوقفو لابوش تاعنا ونديرو لي غوزاس تاعنا كيما راكم تشوفو في الفيديو كلش واضح. فوالا زين ندير البلاطو الثاني. درت هادو الصغيرين عادي جدا. درك ندير لي فاي، شوفوا التقطيعه نديرها من الجنب وندير لي فاي تاعي. تحطي وتجبدي، تحطي وتجبدي، ساهل ماهل ها، تحطي وتجبدي.
قاعده نوضح يعني بالعقل، وما حبيتش نديرها اكسيليري هاد لا بارتي تاع لا فيديو باش تشوفوها تري تري بيان. اللي نديرهم الجهه الاخرى لو فور اني جو لي بريشوفي على 120 لانه الفور تاعي مش قوي بزاف وبالمروحه، لكن عاد الفور تاعكم قوي 100 110 بالكثير، وتقعد ساعه الى ساعه ونص. بصح انت اللي تحكمي فيها، اذا بغيتيها تجيك تتعلق من داخل تخليها غير ساعه انت تحلي وحده وتشوفيها، واذا بغيتيها تجيك ناشفه يعني كاسونت تجي يابسه يبان خليها ساعه ونص. انت واش تبغي؟ فوالا هاني حطيت الريش بكل، ودرك نعطيكم كيفاه درت الريش وحده. رياضي نحط اي جو في دي بوتي فاي فيان، من بعد نجبد. هذه الريشه كبيره كوم سا، شوفوا مليح مع يدي، فاسيل سي تري فاسيل. فوالا تشبحوا يدكم ديما، شكون عندكم التحكم في لابوش هادو تاعكم. فوالا ما يهمش نحيو. باغي نحط يدي جو في دي بوتي فاي بيان ونجبد، نحط يدي ندز لابوش تاعي تخرج لا مورينغ، جو في دي بوتي فاي بيان ونجبد. هذه هي الحكايه. فوالا هادي بوغ الريش. الوغ دوك نعطيكم اللي حابه دير ملتي كولور لا روزاس ملتي كولور وما عندهاش بزاف لي بوش، في بوش وحده تهزي مغرف من كلش كيما راني ندير هاكي تشوفي، وتبقاي تعاودي نفس الحكايه وين بديتي نهار الاول، وتحطي شتيني كيفاه هزيت لابوش، ونكمل نحط لي كولور تاعي بكل. من بعد خلطتهم ولا يهمك، تخرج نوتر كولور. فوالا درك شوفو ندير لكم بها لي روزاس سو لو بيك تري فاسيل. فوالا الوغ تحبي ديري الساع وتحطي البيك تاعك ومن بعد ديري لا غوزاس، ولا ديري دوك تشوفي مباشرة نولي ندير في نورمال. فوالا عادي جدا، ولا تحبي ديري لا غوزاس ومن بعد دخلي لو بيك، كل الطرق يعني صحيح، مهم ديريها. الفيديو هذا جبت شويه نتاع لانيفيرسير شويه جديد، ولميته لكم باش ندير لكم كل الطرق اللي فيها لا مورينغ مع لي زاستيس تاعها. هادو درتهم ثاني كوم سا تورسادي وفيهم البيك. فوالا دخلوا البيك عدلو ودخلوا البيك نورمال، بعد كي طيب ما يبانش. اي فوالا خلصنا هاد المرحله تاع لا مورينغ. نزيد نعطيكم اون اوتر استوس بور كولوري لا مورينغ بلونش جوست في اللي من بعد.
الوغ تحبوا ديروها بلونش تكولوريوها ولا روج وتزيدوا لها شويه روج فونسي ولا روز ولا فير ولا جون، نتوما اللي تشوفوا. الوغ حطيت لا مورينغ بلونش اللي بقات لي في لا بوش، درت اون دوي نورمال با كانلي، اون دوي روند. شفتوا هذاك الجل هذاك تاع الكولورون، حطيته منين لا دوي من التحت، صبيتو على الجهه، صبيتو على الحرف نتاعو. ودرك كي نحط ندير لا مورينغ تاعي تخرج كانها عندها خط ملون. شوفوا جهه ملونه هاكو تشوفوا فيها. تحبوا ديروها هكا جوغ ماكارون، ديفو ماكارون فوالا. من بعد تعدلوا داك لو بيك هذاك، تبلو يدكم شويه ما وتعدلوا لو بيك هذاك، فولي تدخلوه يولي ملس، سي تو. نخلص انا واش كاين في لابوش نتاعي، نجيب شويه تاع ماء في بول في كاس اللي يساعدك فوالا، وعدلي من الفوق. هادو درتهم باش زينت بهم لا طارت دانيفيرسير. الصوره هي واضحه. ودرك خلصنا توت لي مورينغ اللي درنا، دوك نعطي لكم النتيجه بعد ساعه ونص من طياب على درجه حراره 120 110. اللي عنده الفور تاعو قوي، انا الفور تاعي مش قوي، درتها 120. تحبوا ديروا دي في دور ولا ديروا دي بيبي دو شوكولا ولا هذاك الفيرميسيل، كي تعود مازالت ما طابتش تصبوا عليها شويه من الفيرميسيل، نتوما واش تحبوا. شوفوا هذه اللي درناها مع الريش لي غوزات، هاو الريش كي طيبناه وحده لي فاي. شوفوا انا بغيتهم كراكونت، ها يابسين ماهمش معلكين من داخل، اللي تحبها معلكه ما طيبهاش بزاف. هادو بالطريقه نتاع لا كولور في داخل لا دوي، نفس الشيء نفس المراحل اللي انتي من بعد بدعي كيما تحبي. فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم، انا نقول لكم بقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.